الدين الصايل يموت نهره يجد خاصه تم قرانتي يضمعثنا، ماشي العالم السينما فقط، ماشي عالم الفلسفه، ماشي عالم الفنون ما كيخدم انت ما كيخدم الطاس ني عالم الاعلام، بل يجد خاصه نجن الشخص ذي قيمه نور الدين لا تعد، وزي سيسعي السيني اللوني رافق نور الدين وني عايش نق نور الدين وني يا جاني حلمك نور الدين مي راجاني نتق نهاره. يمكن كاين اقتفاء الخطوات قال الاخ نور الدين الله يرحمه قال حياه النس، لان تير الجميع مدير مهرجان دم قانقي خريبكا وما ادراك من مهرجان خريبكا السينمائي لمهرجان افريقيا السينما افريقيا. ولكن كما بغى يكون الحال سي نور الدين يعيش من اجل يجن فكره ان السينما تلك الامل، ماشي بطبيعه الحال نتشبه مثلا شنو الفكره الامل. لذا دوريا ذنيتا نقيت نقيت السينما من اجل الامل، نشتغل كيفاش ايجابيين ونشتغل كيفاش سلبيين، نشتغل كيفاش بنان ونشتغل كيفاش يهدمن، نشتغل كيفاش مي غادي الطموح مع جا الوعي مع جا مستوى فكري معين باش غادي يفهم من تكنشنين العمالة ان تكنشنين يصعب اي واحد باش يفهم. وسي نور الدين ما يفهمهاش لانه يسد زي عالم الفلسفة يسد كأستاذ الفلسفة يسي سمحن هذه المدير مهرجان ضم قران كمهرجان خيبكا هذه صديق المهرجانات كل شيء بما في المهرجان لان المهرجان سيد السنة الأولى هذا يس المهرجان اخر سنه الاخ نور الدين جي عالم المركز السينما المغربي الله يرحم خاص